يوم الأحد المعرضة السنوية الخامسة للاتصالات وتقنية المعلومات. وتنظم هذا المعرض الذي يتواصل حتى 30 من الشهر الجاري بمطار مايتيغا الدولي الهيئة العامة للاتصالات. وتشارك في فعاليات هذا المعرض الكثير من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى المحلي والعالمي. وتجول الدكتور مهندس محمد معمر القذافي رفقة الحضور في أجنحة وأقسام المعرض، حيث تعرف على العروض والنماذج التي تجسد التقدم والتطور في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وأحدث نظم المعلوماتية. وقدم له مسؤولو الأجنحة خلال هذه الجولة قدموا له نبذة حول محتوياتها من أحدث التقنيات وأنظمة الاتصالات. وحضر في ختام الجولة الإعلان الذي قدمته شركة الجيل الجديد للتقنية، إحدى الشركات التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، عن أول مشروع لربط المنازل بكوابل الألياف البصرية لتقديم خدمات متنوعة ومتكاملة. كما حضر افتتاح المعرض كافة مدراء شركات قطاع البريد والاتصالات وعدد من رؤساء وأعضاء البعثات السياسية لدى الجماهيرية العظمى وعدد من مدراء الإدارات العامة بالشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. هذا وقد أدلى الدكتور مهندس محمد معمر القذافي بتصريح لمندوب وكالة الجماهيرية للأنباء، قال فيه: هذا المعرض هو فرصة للمهتمين بمجال تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات، سواء أفراد أو شركات عامة أو خاصة، وحتى المؤسسات التي تبحث عن حلول في مجال تقنية المعلومات، فهذا المعرض سيعرفها بالشركات الوطنية والأجنبية الموجودة في الجماهيرية العظمى وآخر ما وصلت إليه من تقنيات. ولقد أثلج صدورنا العدد الكبير من الشركات التابعة للقطاع الأهلي التي تعتمد على مهندسين ليبيين وشباب ليبيين استطاعوا أن يقدموا أفضل الحلول. نحن في ليبيا نستطيع أن نستخدم التقنية لحل مشاكلنا ولتطوير مجتمعنا وتطوير أدائنا الإداري والفني، لأن التقنية ليست طرفا زائدا أو أن نستخدمها لمجرد أن العالم الغربي حقق تطورا إلكترونيا كبيرا، بل بالعكس كانت لديه مشاكل وكانت لديه احتياجات واستطاع أن يطور التقنية لحل هذه المشاكل. ونحن يجب أن نستفيد من هذا الشيء الذي حدث في الغرب والشرق، وأن نمتلك فعلا هذه التقنية وأن نتعامل معها بشكل إيجابي وأن نستفيد منها في حل مشاكلنا وتطوير مجتمعنا لنحقق حياة سعيدة للمجتمع إن شاء الله. من جهته أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض المهندس طارق الشريف البدري، أوضح أن هذا المعرض هو الخامس الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات ليكون نقطة اللقاء السنوي للمهتمين بهذا القطاع من كافة الجهات. وأوضح لمندوب وكالة الجماهيرية للأنباء، أوضح أن عدد الشركات المشاركة في هذه الدورة يبلغ 65 شركة محلية وأجنبية من كبرى الشركات في الجماهيرية العظمى وأمريكا وكندا والسويد وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والصين واليونان ومالطا وتونس ومصر. وأضاف أن المعرض يحتوي على كل ما هو جديد من التقنيات وأنظمة الاتصالات. هذا وستصاحب فعاليات هذا المعرض العديد من العروض التجارية والندوات التي ستشارك فيها الشركات المشاركة في المعرض من أجل التعريف بمنتجاتها وخاصة التقنية الجديدة منها. كما أوضح بأن ما يميز هذه الدورة الإعلان عن انطلاق خدمات شركة الجيل الجديد للتقنية كمشغل جديد لخدمات الهاتف الأرضي والنقال وخدمات شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.